بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي سنان رضي الله عنه قال: دفنت ابنا لي وإني لفي القبر، إذ أخذ بيدي أبو طلحة رضي الله عنه فأخرجني، فقال: ألا أبشرك؟ قال: قلت بلى. قال: حدثني الضحاك بن عبد الرحمن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ملك الموت، قبضت ولد عبدي، قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده؟ قال: نعم. قال: فما قال؟ قال: حمدك واسترجع. قال: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وعن ابن حصبة أو أبي حصبة عن رجل شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: تدرون ما الرقوب؟ قالوا: الذي لا ولد له. فقال: الرقوب كل الرقوب، الرقوب كل الرقوب، الرقوب كل الرقوب، الذي له ولد فمات ولم يقدم منهم شيئا. فمات يعني الرجل ولم يقدم منهم شيئا. قال: أتدرون ما الصعلوك؟ قالوا: الذي ليس له مال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعلوك كل الصعلوك، الذي له مال فمات، يعني صاحب المال ولم يقدم منه شيئا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما السرعة؟ قالوا: الصريع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السرعة كل السرعة، السرعة كل السرعة. الرجل يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر شعره فيصرع غضبه. وعن الحارث بن أقيش قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يموت لهما أربعة أولاد إلا أدخلهما الله الجنة. قالوا: يا رسول الله، وثلاثة؟ قال: وثلاثة. قالوا: يا رسول الله، واثنان؟ قال: واثنان. قال: وإن من أمتي لمن يعظم للنار حتى يكون أحد زواياها، وإن من أمتي لمن يدخل بشفاعته الجنة أكثر من مضر. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من مسند إمام أحمد رحمه الله في الصبر على فقد الأولاد ونحو ذلك. من هذه الأحاديث ما جاء عن أبي سنان وهو رجل من التابعين أو تابعيهم قال: دفنت ابنا لي، رجل توفي ابنه فدفنه. قال: وإني لفي القبر، إذ أخذ بيدي أبو طلحة. أبو طلحة هذا غير أبي طلحة الأنصاري الصحابي، هذا تابعي. أبو طلحة أخذ بيده ليبشره وليحدثه بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يسليه عما هو فيه من هذا الهم. أبو طلحة وهو الخولاني فأخرجه، فقال: ألا أبشرك؟ قال: قلت بلى. قال: حدثني الضحاك بن عبد الرحمن عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ملك الموت، قبضت ولد عبدي. إذا أخذ ملك الموت روح إنسان، إذا كان هذا الإنسان طفلا صغيرا، فالله عز وجل يقول لملك الموت، الله أعلم سبحانه وتبارك وتعالى: قبضت ولد عبدي، قبضت ثمرة فؤاده. هنا يعلم الله عز وجل مدى حزن الأم وحزن الأب على هذا الولد الذي قبضه ملك الموت. والله قدر البلاء سبحانه تبارك وتعالى على عباده بما يشاء، فقدر ذلك ولا مرد لتقديره سبحانه. ولا يسع العبد إلا الصبر، الصبر فيه سعة وفيه حسن نتيجة ومآل إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، إلى جنته. فهنا يقول سبحانه: يا ملك الموت، قبضت ولد عبدي، قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده. قال: نعم. فيسأل الله عز وجل ملك الموت وهو أعلم سبحانه، قال: فما قال؟ قال إيه العبد لما قبضت ابنه؟ قال: حمدك واسترجع. إذا هنا الحمد لله على كل حال. وذكرنا قبل ذلك الفرق بين الحمد والشكر، الحمد والشكر.
الشكر على عطية، الحمد لأن الله يستحقه سبحانه، الثناء على الله بما هو أهله، هو يستحق ذلك، أعطى أو لم يعطي سبحانه، وعطاؤه عظيم سبحانه تبارك وتعالى. وما من منع يمنع الله عز وجل عبده فيه إلا وكان فيه عطاء من الله سبحانه، والعبد لا يدري. فالإنسان يفقد ماله، منعه الله عز وجل من شيء هو رآه خيرا، فقد مال، هذه مصيبة. ولكن لو نظر أمامه، لو نظر في الغيب الذي عند الله، لعلم أن الله أعطاه أفضل مما منعه، حرمه من المال ولكن عوضه بالجزاء عنده في الجنة. فهنا ما من منع إلا ومن ورائه العطاء عند الله سبحانه. قبض ولده ثم أعطاه الله عز وجل على ذلك الصبر، وأعطاه الجنة سبحانه تبارك وتعالى. فلو أن العبد تفكر لعلم أن الله لا يقدر له إلا الخير، حتى وإن كان في ظاهره المصيبة، كان في ظاهره يظن أنه الشر وأنه فيه من ورائه الحزن والكآبة، ولكن الله عز وجل يهدي سبحانه على ذلك. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم، هذه عطاء من الله ورحمة، عطاء من الله، وأولئك جعلهم الله عز وجل أهل جنته، وجعلهم أهل تقوى، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. فيهديهم الله عز وجل فهم المهتدون وهم المتقون، وهم الذين يفضلهم الله عز وجل على غيرهم بصبرهم. فلما يقول الملك لله عز وجل حمدك، يعني العبد، واسترجع، يعني قال الحمد لله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه من الله فضل قال الحمد لله، وإذا جاءت بلية قال الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. فحمد الله سبحانه لأنه يستحق الحمد، سواء أعطى للعبد عطاء أو أعطى العبد بلاء فيستحق الحمد سبحانه تبارك وتعالى. واسترجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا جاء البلاء على العبد استرجع، كان من وراء ذلك نتيجة عظيمة عند الله. ولذلك عمر رضي الله عنه كان يتلو هذه الآية من سورة البقرة ويقول نعمة العدلان ونعمة العلاوة. نعمة العدلان يشبه البعير اللي إنسان بيحط عليه الحمل بتاعه، حط أف شمال وأف يمين وفوق الاثنين يحط شيء آخر، اللي شمال ويمين عن البعير هذا عدل وهذا عدل، هذا يعدل هذا، وفوق الاثنين العلاوة الزائد فوقها. فكأنه يقول إن الله عز وجل أعطى وأعطى وزاد سبحانه وتبارك وتعالى، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. فهنا في الحديث أن العبد يحمد الله ويسترجع، يقول إنا لله إنا إليه راجعون، هذا ما يسلي العبد إذا تذكر، طيب والله ربنا أخذ فلانا، طب ما أنا رخم مش هنقعد في الدنيا، حد هيقعد. إنا لله يعني نحن ملك لله سبحانه، يأخذنا وقت ما يشاء سبحانه، فنحن ودائع في هذه الدنيا، جعلنا الله عز وجل فيها يأخذ عباده وقت ما يشاء. فكلنا ملك لله وكلنا راجعون إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيتصبر بذلك إذا مات له الولد، طيب وأنا حعيش بعد وقت إيه، ما فترة الحياة وجيزة وقليلة، فلنصبر على هذا الشيء. قال الله عز وجل ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فالله يكرم عبده هذا الصابر ويأمر الملائكة أن يبنوا له بيتا في الجنة، وأن يسموا هذا البيت بيت الحمد، لكون العبد حمد الله سبحانه واسترجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون. حديث آخر عن أبي حصبة أو ابن حصبة، عن رجل شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال تدرون ما الرقوب؟ الرقوب هذه من الأشياء، الكلمات التي لها معاني عند العرب، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى آخر يريد هذا المعنى وليس المعنى الذي يفهمه الناس. الرقوب عندهم حين يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم من الرقوب، قالوا إلا يلو بموته، هذا الرقوب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا، ده الرقوب اللي هو مات قبل ما يقدم حاجة، ما فيش حد من أولاده مات ولم يصبر على شيء، فهذا هو حقيقة الرقوب. النظرة نظرة أخروية، نظرة ليوم القيامة، الإنسان الذي قدم توفي له في حياته أحد من أولاده مثلا، فإذا جاء يوم القيامة عرف الفضل في ذلك، وإن كان في الدنيا يستشعر المصيبة،
ويبكي، وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه وعلى أبنائه أو بناته حين توفيت ابنته، حين مات ابن لابنته، حين مات ابنه إبراهيم بكى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وقال هذه رحمة، يعني الدموع التي في عينيه هذه رحمة يجعلها الله في قلب من يشاء. فلا شك أنه حزن عليه الصلاة والسلام وأنه صبر على أمر الله سبحانه. فالمؤمن لا يتمنى البلاء أبدا، لا يتمنى البلاء، ويسأل الله العفو والعافية، ولكن إذا نزل البلاء تصبر وصبر لأمر الله سبحانه. فقال صلى الله عليه وسلم: الرقوب، كل الرقوب الذي له ولد فمات، يعني الرجل، ولم يقدم منهم شيئا، لم يقدم من أولاده شيئا. أتدرون ما الصعلوك؟ هذا الحديث حديث حسن، وإن كان يعني هذا له شواهد ما عدا قوله أتدرون ما الصعلوك. والصعلوك بمعنى الإنسان الفقير، يعني الفقير. من الفقير؟ فقالوا الصعلوك الذي لا مال له، لا مال له، هذا الصعلوك عندهم. فذكر هنا في الحديث أنه الذي مات ولم يقدم من ماله شيئا، إنسان له مال ولم ينفق شيئا في سبيل الله عز وجل، لم يحدث له أنه تطوع، أنه تصدق، أنه قرب لله عز وجل بهذه المال، لم يبتلى بشيء في ماله. والله عز وجل يقول لعباده أنه يبلوهم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين، وبشر الصابرين. فالإنسان، كل إنسان مؤمن، الله عز وجل يبتليه بحسب قوة إيمانه بالشيء الذي يصبر عليه ثم يؤدره عليه بعد ذلك. قال: ما الصرع؟ ما الصرع؟ فقالوا الصرع، المصارع، البطل يعني. فقال صلى الله عليه وسلم: الصرع، كل الصرع، الرجل يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر شعره فيصرع غضبه. يبقى هذا المصارع البطل حقيقة، الذي يغلب نفسه، ما يتهورش في وقت غضبه فيأتي بما يندم عليه بعد ذلك في الدنيا وفي الآخرة. هذا الصرع البطل حقيقة، الذي يملك نفسه عند الغضب. حديث آخر في هذا المعنى عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهما، الأب والأم، توفي لهما من الأولاد ثلاثة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم: أو اثنان؟ قال: أو اثنان. قالوا: أو واحد؟ قال: أو واحد. هذا في هذه الرواية، وإن كان أكثر الروايات ذكرت الاثنين فقط ولم تذكر الواحد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن السقط ليدر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته. السقط، المرأة ولدت سقطا، يعني جنين غير مكتمل، ونزل، أدهضت المرأة ونزل هذا الجنين. ولا شك أن حزن الإنسان على ابنه الذي دب ودرج ورآه، مشى معه، حمله، هذا حزنه على فقده أشد بكثير من الحزن على السقط، لأن جنين في البطن الأم، سقطت الأم ونزل الجنين، يحزن بس ما هوش الحزن اللي بقدر أنه عاش معه الولد سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك. ومع ذلك هذا السقط الذي نزل من بطن أمه إذا احتسبته تؤجر عليه أجرا عظيما. إيه الأجر هنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن السقط لا يدر أمه بسرره، ونازل بسرته سقط، مش هيطعوله سرته أو أنه خلاص ما هو مات فيدفن على ذلك بهذا الحبل السري الذي فيه، يأتي يوم القيامة يدر أمه، يدرها على فين؟ على الجنة، يأخذ أمه إلى الجنة، هذا باحتسابها هذا عند الله سبحانه تبارك وتعالى. حديث آخر للحارث ابن أقيش أو أقيش قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يموت لهما أربعة أولاد إلا أدخلهم الله الجنة. قال: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. قال: واثنان؟ قال: واثنان. قال: وإن من أمتي لمن يعظم للنار حتى يكون أحد زواياها. نسأل الله العفو والعافية. إن من أمتي، يعني من هؤلاء الذين يقولون إنا مسلمون، يتشهد يقول لا إله إلا الله، ومع ذلك يأتي بالموبقات، يأتي بكل شر، يأتي بكل ظلم، يأتي بأفعال فظيعة، يعذب هذا في النار. إزاي يعذب في النار؟ إنسان يدخله الله عز وجل النار، يكبر حجم هذا الإنسان، يجعل حجمه عظيما جدا، علشان يأخذ كل جزء من جسده جزءا من العذاب فيه، حتى يناله أكبر قدر من العذاب. هذا الإنسان يجعله الله عز وجل في النار بسبب
أفعاله السيئة بسبب موبقاته، الكبائر التي كان يقع فيها، الأفعال الشنيعة التي كان يفتعلها ويرتكبها، يعظمه الله في النار كأنه زاوية من زوايا جهنم والعياذ بالله، لينال أشد العذاب ويحتقر وهو في النار على هذا الحجم الضخم، يحتقره أهل النار وينظرون إليه أنه من أشدهم عذابا. هذا بسبب ما صنع من ذنوب، فاحذر من الذنوب. ما قالش من الكفار، قال من أمتي، من أمتي عليه الصلاة والسلام. قال وإن من أمتي لمن يدخل بشفاعته أكثر من مضر. من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من له منزلة عظيمة عند الله عز وجل، ويشفعه الله عز وجل في أناس عدد ضخم من الناس، قبيلة مضر التي منها العرب ومنها النبي صلى الله عليه، قبيلة عظيمة جدا. يقول يدخل من أمتي الجنة بسبب شفاعة هذا الإنسان مثل هذا. فالإنسان المؤمن يعمل ليوم القيامة، وإذا أصابته بلية فليصبر، فإنه لا يملك غير الصبر حين يفقد شيئا، يفقد ماله، يفقد من ولده، يفقد عزيزا عليه، يفقد شيئا، فلا يملك إلا الصبر، والصبر من ورائه النصر، من ورائه الأجر عند الله عز وجل. والتسخط لن يكسب به شيئا إلا أن يسخط الله عز وجل، الله عز وجل عليه. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.